قصص وأخبار. التغطية الأكابر أهون شيء على الأصابع. تغطية الأكابر أهون شيء على الأصابع. أما الأكابر ما يخطئون الأكابر. الأكابر ما يخطئون الأكابر. سبحان الله، يعني هذا يعني رأيته في أشياء ما يمكن أن الكبير يفهم كلام الكبير على وجه خطأ. مرة كنت عند شيخنا أحمد النجمي رحمه الله، فقرأ عليه قارئ كلاما للشيخ ابن عثيمين يوهم معنى لا يقول بمثل الشيخ ابن عثيمين، فقال الشيخ أحمد: لا يمكن يكون هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، ما يريد هذا المعنى، لكن هم كتبوه عن خطأ ثم طبعوا الكتاب وما رجعوا. وبالفعل لما طبع الكتاب بعد نظر الشيخ فيه حذف الشيخ هذا الكلام. فالكبير ما يمكن يصادر علم الآخر ويقول لا هذا كلام باطل وهذا الذي قال فلان خطأ ونحن نعرف عنها أخطاء، لأن الكبير ما يفعل هذا. الكبير يعقل حقيقة العلم ويعلم أن العلماء لا يصدر منهم في الأصل إلا ما هو حق، فإن العلماء لا يريدون إلا بيان الحق، ما يريدون نشر الباطل. قد يزيد أحدهم، قد يخطئ، قد يكون كلامه موهم، لكن يوجه على معنى صحيح، ما يصادر مباشرة ويخطأ وينسب إلى الجهالة أو الضلالة أو غير ذلك. وإذا لم يعقل الإنسان كلامهم يتأنى ويتفهم ويراجع ويبحث حتى يفهم كلامهم.